يا نخلة يا محبوب يا ساحر القلوب، يا نخلة يا محبوب يا ساحر القلوب، يا نخلة يا نخلة يا نخلة يا محبوب. الله أكبر. إيه الدخلة دي؟ إيه الدخلة دي؟ ده كأنك داخل السجن يا أخي. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال؟ أنت فرحان؟ أنت فرحان؟ أنت عارف جايب لك مين النهاردة؟ مين؟ أنت فرحان؟ فرحان على إيه؟ أنت عارف جايب لك مين النهاردة؟ مين؟ هتشوف دلوقتي بس بعد ما تسلم على الجمهور. ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، منورين يا جمهور المجد ومستنين دعمكم. احنا يعني في اشرس حلقه النهارده، حلقه الشراسه، يعني فرقتين قويه جدا، تمام، لدرجه يعني ان غزي قال ايه، لا مش هينفع، احنا عايزين حلقه سنتمدد معانا بعد الفطار. الله اكبر. فاحنا ممكن نكمل معاكم لحد الساعه 8 9 بالليل. الله اكبر. مش عارفين لسه اللعبه هتسوقنا لحد فين. ايوه فيه. لحد المسلسل. لحد الجماليه. لا انا اتكلمت امبارح. ايوه استاذ احمد الجوهري، منور لتاني حلقه يا استاذ. مش عارفين هتعمل ايه النهارده. ربنا يعينكم. ربنا يعيننا عشان ربنا يعينكم. اتفضل سلم على جمهورك. السلام عليكم. شكرا لكم امبارح جدا ودعمكم، انتوا اللي كسبتونا امبارح، ولازم تدعمونا النهارده عشان هي منافسه شرسة جدا، وهم يخوفوا بصراحه، وانا اتحمى في اوزو بقيه الحلقه يعني. يا سلام يا سلام. انا احب الروح النظاميه دي، انا احبها. طبعا في المسابقات انا احب. خليكم واثقين من نفسكم. خليكم واثقين من نفسكم. اوزو اشقزهم يا اوزو، اشقزهم يا اوزو. ودلوقتي حان الميعاد، حان اللقاء مع الاثنين الفرسان الاقوياء، اثنين فرسان من زمن الفن الجميل، اثنين فرسان من ساعه ما بدات المجد، وفي واحد فيهم قاعد بيعمل ايه مش عارف. حمد معانا في المجد. هنشوف دلوقتي معانا ومعاكم قبيلة السيف، فلتتقدم. يا سلام. السيف 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 السيف. ايه ده؟ انت جاي اتنين في واحد؟ انا اتنين في واحد. انت جاي اتنين في واحد لوحدك؟ بين كل حاره وحاره. نعم. ايوه. وبين الحاره ديه والحاره ديه كيس ملوخيه، وبكل سلامه نيه جبنا لكم مخرج حي الجماليه. الله 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 اكبر. الله اكبر. ايه ده؟ ايه الفريق ده؟ ايه الفريق ده يا جماعه؟ ايه الفريق ده يا اخوانا؟ استاذ محمود عبد الكافي منور الدنيا. استنى بقى خليك في الاخر. استاذ يونس، يلا استاذ يونس سلم على جمهورك. اعزائي المشاهدين، اعزائي كل افراد الاسره، محب الحماس والاثاره في كل شارع وحاره، جينا لكم مره اخرى بزياره لكي نستبق ونلعب مع غزي ابو الشطاره، ونجيب الفريق اللي قدامنا على البلاطه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اوعى 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 ولعوها وهو بيقول حمسوها شعللوها. بتقول جمهورنا يحب الحماس، كنت هتقول لي يحب الحمام. مش عارف. كلنا مش الجمهور بس، كلنا بنحب الحمام. والان وكل ان نجم الموسم وكل موسم نجمة حي الجمالية والبطل الأول في الحتة دي والحتة دي، الأستاذ العسلية أستاذ محمود عبد الكافي. حبيبي. بصوا يا جماعة، أنا بقالي كتير تعبان في التصوير، حماس عايزك حماس، فأنا جاي النهاردة أفصل وجاي ألعب وجاي أكسب. الله أكبر. بس يعني خير الكلام ما قل ودل. إيه ده؟ ايه ده؟ انت يا ولد انت ايوه انا فاتح محل الشاورما وانت بسرعه الفطار يلا بسرعه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ اخلص في ايه؟ وشوف لي ترابيزه ثلاثه طلبه ايه بسرعه؟ لسه شوف لي ترابيزه ثلاثه طلبه ايه؟ تبلع. ايه ده؟ ايوه كده، شوف شغلك كده، حرك نفسك كده في الحلقه. الصوره بتاعت وجهي مليانه بقى ايه؟ ايوه كده. الله، فاتحين المحل اورده باللبس اللي احنا لابسينه ده ولا ايه يا رجاله؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك. بصي نعم، مش دي اللي انت حاططها قدام الباب في حاجه جماليه؟ هي ده هي بالظبط، وهي دي برضو اللي طلعها قدام دماغ طلبه الخزنه. ايه ده؟ مكمله معانا يا باشا، احنا اكسسواراتنا جاهزه وحاضره، عايزين نعمل لكم المسلسل كله دلوقتي نعمله. اكسسوارات حيه محمود. كان في حد بيسال في الجمهور كده بيقول لك هو الضرب ده حقيقي؟ قلت لهم حقيقي.
استاذ محمود كان بيقول له اضرب بجد اضرب بجد، يقول له من ورانا اضرب بجد وندخل نلاقي ضرب بجد يا اخوانا، وبص اعمل كده ما تبص المشهد. هو اللي كان بيحصل اللي كان بيحصل بيقول يا عبد الكافي بلاش يضربه بجد، فقال لهم طبعا ضربه مش بجد خالص، وراح وشوش الناس اضربهم بجد. انا ده يا جماعه بصوا ده كلها نبابيت يعني ما شاء الله كانوا بيضربوني على ايدي مش عارف ايه. ايوه بالظبط بالظبط. احسنت يا استاذ محمود نورتونا، يعني مش عارف اعمل ايه في الحاجات دي بسرعه بسرعه والله ما عارف اعمل ايه بسرعه. الثلاجه بقى في الثلاجه عشان اجري على اكل عيشك يا بني ادم. سياده المدير عايزك فوق يا فندم. هتترفد اتفضل. سياده المدير عايزك فوق. خلاص انا اريح له كمان شويه. اتفضلوا يا اساتذه. يا سلام يا سلام. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال؟ ايه الحلقه الجميله؟ ما نلعبش بقى نقعد نتكلم. والله العظيم نفسي والله تصدق والله نفسي. بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض. والله بقالنا كتير ما قعدناش اصلا اصلا مش مع بعض بقالنا كتير ما قعدناش. يا بلاش نلعب ونتكلم. والله منورنا يا اساتذه. والنهارده برنامج الواحه ازداد جمالا والله بوجود الاستاذ احمد الجوهري والاستاذ اوزو والاستاذ محمود عبد الكافي والاستاذ يونس. ولكن فورمات البرنامج ان احنا لازم نلعب ويبقى فيه منافسه ويبقى فيه قتال على القبيلتين، نشوف مين اللي هيحكم القبيله، قبيله السيف ولا قبيله النخله هي اللي هتحكم القبائل كلها. النخل لا السيف. شفت السيف واي حاجه هتحصل جوه الحلقه يا اوزو هقول لك. اوزو اي حاجه هتحصل جوه الحلقه هقول لك. ولا يهمني ولا يهزني ولا يهمني ولا يهزني. ايوه يا سلام يا سلام يا سلام. تعرف المقلب مقصر فيه طبعا. الناس لبسوها كده. المقلب مقصر الحمد لله. انا مش مقلب حته مقلب لبسوه كده الراجل. انا ما حضرتش المقلب الحمد لله. انت فلت فلت عرفت. احنا قاعدين يا عم بناكل وفجاه نقيب ابراهيم بيتكلم عادي جدا واحنا قاعدين في السجاره. قالك بنسوي مقالب بنسوي مقالب بيقول لك كده. احنا قاعدين فقام قايل واحنا بس مين بياكل راح باصص له كده. على فكره عبد الكافي كان معانا ضيف راح بص له احنا بصص له. الحمد لله نعمه وفضل. بوظ بوظ بوظ. ما انا كنت معزوم باين معاكم بس انا اللي ما جيتش صح. طيب طب يا شباب طبعا الاستاذ يونس كان موجود قبل كده والاساتذه كانوا موجودين. الاستاذ محمود عبد الكافي هو اول واحد او اول مره يجي معانا في الحلقات. علشان كده نشرح لك على السريع كده. استاذ محمود معانا ثلاث العاب في الحلقه. كل لعبه بيجي بعديها على طول فقره اتصالات. تمام. الاتصالات دي هي اللي بتحدد بقى خلاص تختار يا النخله يا السيف او يا السيف يا النخله. حلو الكلام. والدرجات بتاعتهم بيبقى في خمس اتصالات بتتحسب على بعضها. اكتر فريق بيجيب اتصالات واجاباتهم صحيحه بيتضاعف درجته في اللعبه بتتضاعف. بص يعني انا معاكوا على الله يعني. والفريق الثاني بتتقسم على 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 2. احنا جايين نلعب مش خلينا نلعب وربنا يلا بينا وما تشغلش بالك بقى بالدرجات بقى. انا جاي العب ما يمنعش ان جاي العب السيف كله. انا جاي اصلا هل امه يا جمهور السيف هل امه هل امه هل امه. انا عارف مدى حبكم ليونس. اشتروني من عارف مدى حبكم لمحمود عبد الكافي. لكن الولاء للفريق شيحه روح السيداري. ايوه مفهوم روح الفنانه البني. يلا على طول وناخد اول لعبه معانا النهارده وهي لعبه الخطاف. ولعوها شعللوها يا رجاله. لعبه جامده قوي ما بعرفش يمكن عشان استاذ محمود عبد الكافي انتوا لعبتوها يا شباب. ها طبعا. لعبتها يونس. لعبتها. خليك زي ما انت. خليك زي ما انت. انا عايز بس اقول لك ايه اقول لك التكنيك بتاعها عشان انت اول مره تيجي. هي بتتلم كده. انا بحب صيد سمك. بتتلم كده. حلو الكلام. بتتلم كده وبعد كده تقف على الخط وترمي. اوبا حلو الكلام. متعود كده الحلقه ال 20. بص بقى بص 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 عملت ازاي شبكه اهي. بص خلص الموضوع. لا لازم تجيبها للاخر. لا انا بقول له بس عشان كانت لفه الحبل لف على بعضه. وقع بص 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 بالراحه. ايوه بالراحه بالراحه بالراحه. هنا المشكله بقى. هنا المشكله. مفيش مشاكل. وقع دي صح. بص طب بعد ما تشبك بقى بعد ما تشبك اهي خلاص كده خدت 100 نقطه. يعني هي تشبك بس وخلاص. تشبك بس. لا لازم تجيبها الحديده في الحديده. بص بمنتهى البساطه. رمايه بمنتهى البساطه. اهي رميتها كده جت كده. حلو الكلام. جت كده خلاص اهي. هاتها بقى تاني كده. هاتها تاني كده. هي 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 يا بص 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 بص. خايف غز خايف والله. يا نهار ابيض. دي بص جايه ازاي. ما هو مش هتيجي. بص ارخيها تاني. بص انت انت تفتكر انها هتقع بس هي تقوم لفه. وقع وقع معروفه. اعمل ايه اعمل ايه اروح فين اروح فين. طب مين هيلعب مين هيلعب. من اول البرنامج من اول البرنامج ما اعرفش اجيبها. ولا انا من اول البرنامج ولا انا. بص يا شباب حابين مين اللي يبدا. انا ابتدي باوزو حبيبي. اللي انتوا عايزينه. لا مش اللي انتوا عايزينه. اوزو اوزو لو اختلفنا نيجي. يلا اللي انتوا عايزينه. انا رايي اللي انتوا عايزينه. يلا عايزين اوزو 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 اوزو. ده المنافسين بتوعنا. انت ايوه انا بقول اوزو عشان يقع. ماشي اتفضل بدي له حماس خلفي. اتفضل معانا المهالي ولا
بص بص اهي يلا وزي بيرميها لكن بس ايه ايه انت اللي رميتها. الله اكبر الله اكبر. انا اللي رميتها وصاحبي اللي جابها. مش انا بقى كذا مره قدامكم عارف يعلقها ده حاجه ودي حاجه يا جماعه. يلا يا طيب يا شباب بص محمود احنا معانا 90 ثانيه بترمي فيهم زي ما انت عايز. تمام احنا بادئين. انا نسيت اقول لكم استنى اوزن. وكل رميه ب 100 نقطه كل لا كل شبكه ب 100 نقطه كل خطاف ب 100 نقطه. اه وما عنديش الخط ده ثانيه بالظبط كده. في حاجه بس عايز اقولها لكم. احنا بادئين دلوقتي كل فريق معاه 100 كل فريق معاه 100 نقطه وكل خطاف هيمسك ب 100 نقطه. ركز يا محمود. مركز يا خلاص ركز يا محمود. ويبدا الوقت الاوزو. توكل على الله. اوزو بره يا اوزو. لا لا مش فوق بس بتوقع بتوقع على الاستوديو. استنى لا شبكه الله. اوزو 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 اوزو. طالما خطاف واحد ما ركبش يبقى كل الخطافات مش هتركب. اوبا الله اكبر. السلام السلام عملها روح اوزو. ايوه احول ايه ايوه احول ايه هيجيب هيجيب هيجيب. يلا نشوف هنشوف هنشوف. اوزو 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 اوزو. خرب غير خرب غير. يلا يا اوزو. يلا اوزو 56 فرحه اوزو كبيره يا جماعه. اوزو هيعملها ولا ايه هيعملها ولا ايه هيعملها ولا ايه ولا ايه. ياه 48 و47 جيبها يا اوزو هتجيبها. اوزو 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 اوزو. بس ايه دي خالص. بقول لك ايه شفت الترجيه اللي انا عامله لك. اتعلقي واجيب لك طبق. يلا ها هوبا 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 هوبا. 30 ثانيه يا اوزو معاك لسه. وحاول تاني يا اوزو. المشكله في ممكن نجيب معانا مساعد يلم بعد مشكله في الحبل. يلا ونش. يلا يا اوزو. وهي 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 مش معديه مش معديه. ارميها بقى كده. ايوه يا نهار. 16 15 الحق. اه اوزو لما ثانيه اوزو لما 10 10 ثواني 10 ثواني يا ابني. 10 ثواني اوزو. 2 1 اكشن. بس 1 للاسف قمه الاثاره. والله قمه للاسف. مين اللي هيبدا من عندكم يا شباب؟ هو يونس. عشان انت قديم في الشغل. قديم ايه انا ما بعرفش العبها. ليه ليه سهله. بص بص اهي بكره. يلا يلا يعني انت قلت لي نعمل ايه الاول يا نلم الخطاف. يعني تحب تجربها كده. تحب تجرب. لا بص بص لا كده مش هتطير اصلا. بص تمسك هنا كده. امسك هنا الاول. بعد كده بص اهي اهي اهي. الوقت بدا. لا لسه الوقت بدا. ايه ده وريني اهي اهي. خدوش تقوم ايه هدف يعني 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 يعني. طب استنى بقى بس لما استنى ويبدا الوقت. لا مش يبدا لما لم الاول. ليه تلم. لا مش 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 لا لا ازاي اول مره يعني. اول مره بعد اول مره. لا اول مره طبعا. اول مره يا جماعه. اول مره خلاص. يلا اول مره يا جماعه. يلا تشجيع بقى زي ما كنت اشجعك يا اوزو بقى. يلا تشجيع بقى. والله عليه والله عليه. يونس يونس حلو قوي. بس الديكور الديكور بيقع. اجري 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 الوقت شغال. اسم الله عليه اسم الله عليه يا اما يونس. اسم الله عليه اسم الله عليه اسم الله عليه. ركبها يونس. اسم الله عليه. انت شبيت الحبل كله. افرض علقش لك. يلا يلا معاك 70 ثانيه يا يونس. امسك طرف الحبل الثاني بايدك ما تنساش. ايوه ركب طرف الحبل. بسم الله ركبها. مش مهم. لا خلاص طلعت فوق. طلعت فوق خلاص. يلا يا بتيجي فوق ليه. حلوه يا يونس. تيجي فوق ليه. بالراحه على ما 100 مره ونحسبها لك. بالراحه خالص. ركز. هي رميه واحده اقف جنبك بالدنيا وما فيها. يا سلام. ايوه ركز يا يونس. ركز يا يونس. ركز يا يونس. اوه مش مهم مش مهم. نعوض في اللي جاي. نعوض في اللي جاي. 38 ثانيه. براحتك براحتك. هم هيحسبوا لنا وقت. رميه واحده اللي عايزينها. وان رميه مش مهم. الحق يا غزه. استنى استنى زي ما انت. تعالوا زي ما انت. الحق مش هتعلقها في دماغك خلاص. بعدين جوهري صح؟ بعدين بقى رميه بقى وجع قلب. يلا يا يونس. يا سلام. كاد ان يفعلها يا اولاد. كاد ان يفعلها يا اولاد. 14 ثانية. 10 ثواني. هتيجي هتيجي. يلا 10 ثواني. ركز ركز. 3 ده فقدان امل. ده فقدان امل. فقدان امل خلاص. شكرا. ايه لا جت والله. الوقت خلص. جت والله فيها. الوقت خلص. لا تخيل تحسب دلوقتي. يا اديتك الفرصة. الفيل في حلم. استاذ احمد الجوهري. ايوه استاذ جاهز. جاهز جاهز. اتفضل. يلا يلا جو جو. يلا بينا. امبارح احمد الجوهري جابها ازاي؟ رمى كده مش متشنكله على طول.
توفيق ربنا بقى، توفيق ربنا يلا توفيق. لكن النهارده في مشاكل، النهارده دلوقتي بيبتدي بعد ما بيلم الحبل صح؟ يعني بدل ما عملنا كده مع يونس هنعمل كده مع الجوهري. يلا انا جاي. يلا ابدا الوقت، بدا الوقت. جوهري استنى بس حلوه عجبتني. سيبها سيبها ما تنزلهاش، ما تنزلهاش قفلت. يلا جوهري يلا بينا. كانت جت خلاص. فاكر العقده في المنشار؟ ايوه عايزين العقده في الماسوره. يلا ها وحش القطه في الشنطه. أيوة. يلا حلو الكلام، حلو الكلام. وراكم حاجه احنا قاعدين ورناش على مهلك خالص ورناش. وهي وجهري 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 وجهري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الحمد لله جهري جهري جهري. ربنا لسه في فرصه، في فرصه، في فرصه. لا شجع كده بخسر، مش هشجع بقى خلاص. في فرصه، في فرصه معاك، انت هتجيبها. في فرصه لسه معاك وقت. بالراحه. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف بقى الصيد، بص هتطلع بسمك اهي، هتطلع بسمك. ايوه كده هتيجي. دي اهدي بس الاول كده. يا سلام يا سلام. مش عندنا 30 سنة، 30 ثانية ثانية معاك، 25 ثانية ثانية. الوقت كله يا جوهر، العمر كله أحلى جوهر، أحلى جوهر، حاسب يا جوهر. وراكم حاجة؟ لا. عندك 15 13 ارجع على الخط، الخط 10 ثواني، ما تخليش حد يشغلك. 10 ثواني يا جوهري. خلاص لسه كمل كمل، في فرصه، في فرصه. رمي واحده بقى، رمي واحده. اي حاجه، اي حاجه. الوقفه اللي انت قلتها دي اي حاجه. يا سلام، املنا في ربنا. يا سلام يا سلام يا سلام، جبنا 100 الحمد لله. والان وكل ان اسم الله عليه، 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 اسم الله عليه. جرب يا محمود. ايه ده يا محمود؟ ما جبتش النضاره معايا بس استنى. لا النضاره اللي احنا هنتلكك من اولها. استنى ايوه ده انت بتعرف مين زي ما اتفقنا. ايوه عايزين على الاقل واحد. ديما واسيا هيتفرجوا عليك. يلا شوف بقى حاجه تحفيزه، تحفيزه. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر. يا نهار اسود، حسب الديكور، الديكور. اجيب ان شاء الله تيجي تلاش. هو الوقت ابتدى بالراحه، بالراحه. ايوه يا الوقت مبتدي. لا الوقت ما ابتداش، هو جرب مرتين. يلا ماشي، حاضر. بس ارجع ورا فيك. يلا جربت يا محمود. يلا يلا نبدا الوقت. ارجع ورا خطوه واحده بس، ارجع ورا خطوه واحده. لم الحبل ونبدا الوقت بعد لم الحبل. يلا يلا ركز يا حوده، ركز، ركز يا حوده، ركز، ركز يا حوده، ركز. نبدا الوقت. الجماليه، الجماليه. يا سلام بالراحه، بدي بالراحه قوي. ريكو لف الحبل. ايه ده؟ لف. انا بس انا بس انا بس انا بس. ايوه بص اعملوا كده بس يا محمود. ايوه 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 صح. شد شد على قد ما تقدر. لا لا على قد ما تقدر. صح هو صح، هو صح يا بوز. ايوه صح صح. انت اقول لك شد 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 بس شد شد، اسمع الكلام. ايوه سايب لها بقى ولف زي ما انت كنت بتلف كده بالراحه بس خلاص. ايوه بالراحه بقى، بالراحه بقى، خد وقتك خالص. على لا لفت. لا 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 مش مشكلة. لا 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 هي بتلف عادي عادي، هي بتلف ما تقلقش، هي هتلف دلوقتي. اوه لف. مش مهم مش مهم مش مهم، طالما جبنا دي نجيب اللي بعديها. يلا يلا ارجع خطوة، ارجع خطوة، تيجي 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 تيجي. لا انا استنى بس، استنى بس، استنى بس، ما تعجلش يا محمود. لفها معاك 35 ثانية. يلا محمود بسم الله. يا مش ممكن، مش ممكن كان هيجيبها والله. يلا محمود، يلا عكافي، يلا حوري عبد الكافي، عبد الكافي، عبد الكافي. لا لا بجلابيه مين هاوس صغيره مش هتيجي، لازم تلفها كتير. قلت لك نقلعوا الجلابيه دي، لفها كتير. حلو محمود لسه 20 ثانيه كمان كمان. لا ما شد، حاسب حاسب بالراحه. ما تقلقش، يلا تاني يا عبد الكافي، لف تاني، لسه قدامنا فرصه. 10 ثواني يا استاذ محمود. لا خلاص 10 ثواني، خلاص الحق محمود، خلاص دعنا 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 يا ابني، دعنا 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 دعنا. خلاص يا عدالي. يا سلام يا سلام يا سلام. اللي جاي انا عارف اللي جاي. خلاص المنافسه على اشدها، ودلوقتي هنشوف نتيجه اللعبه على الشاشه. اتفضلوا يا جماعه قدامنا. قبلت النخله 200، قبلت السيف 100.